حصلت الرابطة المحترفة الأولى والاتحاد الجزائري لكرة القدم على موافقة من الاتحاد الإفريقي لتمديد أجل منح قائمة أسماء الأندية الجزائرية المشاركة في المنافسات الإفريقية الموسم المقبل، والتي ستنطلق في تاريخ 15 سبتمبر لموسم 2021-2022. طلب الرابطة الذي حصل على موافقة لجنة المسابقات في الكاف سبقه قبل أيام مراسلة من الاتحاد الجزائري للرابطة المحترفة لإرسال ملفات الفرق الممثلة للجزائر في المنافسات القارية، وتضم قائمة موسعة بها 10 نواد تنافس من أجل المراتب الأربع الأولى في الرابطة المحترفة. وجاء في القائمة الأولية منشطا نهائي كأس الرابطة لكرة القدم شبيبة القبائل ونجم مقرى، بالإضافة إلى رائد الترتيب العام وفاق سطيف وملاحقيه شباب بلوزداد وشبيبة الصورة، رفقة اتحاد العاصمة شباب قسنطينة مولودية وهران أولمبي نمدية ومولودية الجزائر. ويأتي اختيار هذه القائمة الموسعة أوليا بالنظر إلى فارق النقاط الضئيل بين أصحاب المراتب الأولى، بالإضافة إلى ضيق الوقت بين نهاية البطولة الوطنية وتاريخ إرسال قائمة النوادي المشاركة في المنافسات الإفريقية، على أن يتم إرسال القائمة النهائية إلى الكاف فور نهاية الموسم الكروي بالجزائر.